تخيل يا عزيزي لو ما عندناش دوبامين، أو بمعنى أصح العالم ما عادش فيه شغف، إيه اللي هيحصل؟ باص وعرضية وجون 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 جون جميل جميل، عملوها تاني، حققوا الريمونتادا وتعادلوا في الدقيقة 97 قبل الصفارة بثانية واحدة. شوف أنت عامل إيه وأنا عامل إيه، شوف انت رحت فين وانا رحت فين، وسع 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 وسع. مبروك يا شباب، احنا خلصنا التارجت قبل الديدلاين بسنة، الشركة صرفلنا مكافآت، انا اجازة 3 شهور، فانبسطوا، عنده حاجة يعملها انبسطوا. واحد يلا عاش، اتنين ايوه فورما ايوه جامد يا وحش. ايه سحر يا حبيبتي، وحشاني جدا. الولاد نجحوا الحمد لله. طب بمناسبه الاخبار السعيده دي، ما تيجي نتطلق؟ وفي النهايه ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجديده، او ما تشوفش براحتك، انت حر يعني. في مصادر برضو بص عليها او ما تبصش، براحتك، تحر تحر. ايه الناس الحلوه دي وايه اليوم الحلو ده، وايه الناس الحلوه. ممدوح طلع العربيه مش شغاله والله. ايه يوسف كمل. قال لي اقول لي يا دكتور، جربت قبل كده شعور الخوف؟ اكيد طبعا كلنا بنخاف. طب ولما الخوف ده يزيد المفروض اعمل ايه؟ لما الخوف بيزيد بنيجي هنا. انا خايف مني يا دكتور؟ انت ذكي وواعي بمرضك، ودي اكبر مشاكلك، لما عقلك بيغيب بتعرف. انا خايف ان اصحى بكره اكون ناسي ان عندي مشكله، خايف ان انا دلوقتي يكون في حاجات مهمه انا ناسيها. قول لي انت امتى اخر مره شفت حد غيري، صحابك او اهلك مثلا؟ مش متأكد بصراحة. مش متأكد دلوقتي يعني؟ لا مش متأكد إذا كنت شفت حد ولا لا. أنا في أيام بتقع مني بصحى نسيها. لما وعيك بيرجع لك بتفتكر إيه عن الأوقات دي؟ تغميضة عين، مش رمشة ولا نوم طويل، هي دي إيد سرحان بالظبط. ممكن أفتح بعدها ألاقي إن أيام عدت علي. الموضوع صعب يا دكتور، أنا محبوس هنا. تعرف أصعب خصم ممكن تقابله في حياتك هو عقلك، لأن عقلك عارف اللي عملته واللي هتعمله، وسهل عليه جدا انه يوريك واقع غير الواقع. انا نسيت الحقيقه فين يا دكتور؟ يعني مثلا وارد كل كلامنا ده يبقى جوه في دماغي؟ وارد كل شيء وارد. لا كل ده بيحصل، ده موجود ودي موجوده وانا موجود وانت موجود، انا ما بهلوسش. صح كده كده اللي انت شايفه وحاسه بيحصل طالما حواسك بتتعامل معاها، اذا هي مهاش هلاوس، هي بالنسبه لك واقع. لا انا عايز اعرف الحقيقه فين، عايز اعرف ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. ما هو تعريف الحقيقه اللي انت بتعرفه ده وارد جدا يكون مش حقيقي. اسكت بقى، كفايه كفايه كفايه. مفيش حد متاكد من حاجه حواليه، تقدر انت تكذب اصلا؟ انت فين دلوقتي؟ مش عارف مش عارف. انا هنا، المفروض ان انا هنا. هنا ده ممكن يبقى اي حته عقلك بيوديك ليها، ممكن يوديك مكانين او ثلاثة ويقنعك انك موجود فيه. اسكت بقى اسكت بقى اسكت 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 اسكت. المال لا يصنع السعادة، ولكن البيتكوين ممكن يصنعها عادي. بس كده، حد عنده سؤال؟ انا عندي سؤال. اتفضل. بص، بالنسبة للرسالة انا ما عنديش اي اسئلة، رسالة واسعة، بس انا عندي سؤال واحد. انت مش لابس البنطلون ليه؟ بنطلون؟ لا ما تضحكش عليا، ما انت ما تضحكش عليا انت كمان، وانت ما تضحكش عليا، انا راجل محترم. لا 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 لا. كالكابوس، انا في امتحان، دي لجنه. يلا يا جماعه، باقي 5 دقايق ولم ورقه امتحان العربي. 5 دقايق
بحر عربي. مكتوب بالنور بالروسي ليه؟ مكتوب بالروسي ليه؟ أنا ما ذاكرتش. لا 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 كان كابوه كابوه من شناني 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 لا 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 هي حبيبي كابوس كابوس يا حبيبتي كابوس كابوس عامل ازاي؟ زي ده؟ ايه ده؟ بخ بخ ايه؟ لا بقولك بخ بقى بخ حاضر هبخ